هل يطيع والديه في رفضهما لزواجي من امرأة معينة؟ الآن العكس، هو يريد امرأة معينة وهما لا يريدانها. إذا كانت عدم موافقتهما على فتاة يختارها لأسباب شرعية كان تكون سيئة السمعة، معروفة صيتها، قالوا تعال أوريك، تعال أوريك هذه البنت اللي تريد أن تتزوجها، افتح الفيسبوك وشوف العلاقات وشوف الصور. خلاص الأب هات يعني أتى بالدليل برهان. المشكلة بعض الشباب يعمل علاقات محرمة وبعدين يهوى البنت وبعدين يجي يقول زوجني إياها، فيقول له شوف سيرتها بالفيسبوك، شوف الانستغرام تبعها، شوف السناب، هو خلاص الآن واضح بأن هنا كلام الأب أو الأم مبني على مصلحة شرعية، والعار قد يلحق الأبوين. يعني لو قال الولد أنت خلاص أنا راضي، حتى لو سيئت أنا راضي، يقول طيب وأنت تظن أني أنا بمنأى عن ذلك؟ طيب أنا سمعتي ما تتلوث لما ابني يتزوج واحدة ساقطة، أنا سمعتي ما تتلوث؟ في مس للشرف، في مس للشرف. أما إذا اختار هو امرأة واعترض عليه لا لأسباب دينية ولا للخلق، فالذي يظهر أنه لا يجب طاعتهما في ذلك، لأن اختيار الزوجة أصلا من حق الولد لا من حق الوالدين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. وأما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية وفي أمر التزويج والطلاق، فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها، يعني الموازنة. فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إجابة، والمصلحة في مخالفتهما يعني المصلحة الشرعية، فلا حرج على الولد في ذلك بلطف وحسن معاملة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالت اللجنة ولا يكون الولد عاقا بذلك. وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما خير والبركة والبر والإحسان، انتهى. وقالوا إن كان يعني علماء اللجنة منعهما لك لغرض شرعي وجب عليك طاعتهما، وإن كانت ممانعتهما لا تحقق غرضا شرعيا فعليك السعي معهما بالتي هي أحسن، وما يحقق استمرار البر واستقرار الحال. لأن ممكن الولد إذا أصر قال هذه راح تزوجها وتزوجها والأب لا يريد، الأم لا تريد، يقول شوف لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك ولا أشوف أولادك، فيجب فالأب الابن يراعي أيضا حسابات أخرى يعني يدخلها في اتخاذ القرار. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا شاب مسلم لدي ابنة عم يريد جدي أن يزوجني إياها وأنا أريدها لدينها، ولكن أبي وأمي عندهم تحفظ عليها، وقد لا أستطيع أن أجد مثل دينها وخلقها. فأجاب الشيخ رحمه الله أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأة ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها وأن تقنع والديك بذلك، فإن أصر على كراهية خطبتك إياها فامضي في خطبتها إلا أن يذكر سببا شرعيا يوجب العدول عن خطبتها. وسئل أيضا عقدت زواجي على امرأة لا ترضى بها أمي، لا لدينها يعني فيها شيء في الدين ولكن لا تحبها ما راقت لها. قال أقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، النكاح لا يتدخل فيه لا أم ولا أب إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين أو الخلق، لأن هذا خاص بالإنسان، كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبوه لا تقرب الرز فهل يتركه يلزمه؟ لا، هذا شيء يتعلق بالإنسان بنفسه وشخصه، إلى آخر فتوى الشيخ رحمه الله. ومن العلماء من أوجب طاعة الوالدين في هذا إلا إذا تعلقت نفس الإبن بها أو خشي على نفسه. يعني قال بعض العلماء
إذا قال لا تتزوج هذه يلزم أن يطيعهما، يعني حتى لو ما عليها ملاحظات في الدين والخلق، إلا إذا قال أنا أخشى نفسي تتبعها وأسوي معها علاقة بالحرام، خلاص هنا يقال لا تزوج، تزوجها هذا هذه مفسدة أعظم. قال أحمد رحمه الله: إذا كان الرجل يخاف على نفسه، إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك. يعني يقول أنا أريد أن أتزوج، أنا شاب، الفتن كثيرة من حولي، مصائب، فقال لا لا لسه أنت صغير ما تتزوج الآن، والولد مقتدر، خلاص طاعة الله تقتضي أن يتزوج بلا ريب وأن يعف نفسه. يعني إيش يبقى معرضا للحرام وينزلق؟ فلذلك أحمد رحمه الله قال ليس لهم ذلك. وقال له رجل: لي جارية أمه وأمي تسألني أن أبيعها، تقول بعها وتخلص منها. فقال أحمد للسائل، شوف هذا فقه الفتوى، قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ تتخوف أن تتبعها نفسك أو تتبعها نفسك؟ قال: نعم، التعلق موجود، إذا بعتها خاف أني أروح أدور عليها. قال: لا تبعها. قال: إنها تقول، يعني أمي، لا أرضى عنك أو تبيعها، خلاص خيار ما فيه، يا كذا يا تبيعها ولا أسخط أغضب عليك. قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. قال شيخ الإسلام بن تيمية: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا، أو لأن عليه في ذلك ضررا، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في ترك التزوج وفي بيع الأمة، لأن الفعل حينئذ ليس فيه ضرر على الولد، لا دينا ولا دنيا.